النهارده ايضا لجنه العضويه في النادي الاهلي عملت حاجه جديده والحقيقه انا بحييهم عليها، لانهم دايما بيختاروا او بيحاولوا يسهلوا الامور على كل الاهلاويه اللي عايزين يشتركوا في النادي. طبعا في مغتربين كتير خارج مصر واهلاويه نفسهم ينضموا لعائله النادي الاهلي. لجنه العضويه بدات تعمل المقابلات الشخصيه للراغبين في الانضمام لعضويه النادي الاهلي وعائله الاهلي اونلاين. زي ما حضراتكم شايفين يعني بتسهل كتير جدا جدا على المغتربين الراغبين في الانضمام لعائله الاهلي، وده زي ما بقول لحضراتكم الفكر المتطور انك تستغل كل الادوات عشان تسهل عمليه انضمام او انضمام اي حد حابب ان هو ينضم لعضويه النادي الاهلي ولعائله النادي الاهلي، وتسهل على عضو الجمعيه العموميه اللي يعني زي ما قلت لحضراتكم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي دايما بيكون ليها دور مهم وكبير جدا جدا في كل الانجازات اللي بنشوفها في النادي الاهلي. الحقيقه ان ده مش جديد على مجلس اداره النادي الاهلي ولا على النشاط المعتاد من لجنه العضويه والاستاذ طارق قنديل. حضرتك دلوقتي لو حابب تنضم وتعمل عضويه في النادي الاهلي، المقابله الشخصيه ممكن تعملها من اي مكان في العالم، اونلاين زوم، تخش تلاقي الاستاذ طارق تتكلم معاه، تخلص تلاقي الدنيا بقت زي الفل. تحيه كبيره الحقيقه للجنه العضويه ولمجلس اداره النادي الاهلي على كل هذا الاداء الرائع اللي دايما بيعملوه خلال الفتره الاخيره.